الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خلالها محمد السداني، والبداية دوما بأهم العناوين. الوضع في القطاع النفطي يزكم الأنوف. دكتور علي العمير قام بمسؤوليته السياسية. صدى التغييرات النفطية يتردد في الساحة البرلمانية. لا يقل عن 500 ضبطية. العين الرقابية الصحية ترصد 500 ضبطية. اليوم الأحد الموافق 17/5/2015 وردت إلينا شحنة مواد بدائية عبارة عن بطاط إيراني. البطاطا ثاني منتج إيراني خارج نطاق الاستهلاك الآدمي. مؤتمر إنقاذ اليمن يشدد العملية السياسية أساسها المبادرة الخليجية. الرمادي هروب الجيش العراقي وسيطرة التنظيم الداعشي. لقد كانت الهيئة حريصة منذ نشأتها على وضع خطط وبرامج تدريبية. وفي الفقرة الاقتصادية نقلة نوعية في المعاملات التجارية. عشية اجتماع مجلس الوزراء وبانتظار القرار الحكومي الرسمي لما يثار عن تغييرات في مجلس إدارة مؤسسة البترول، ما زالت ردود الفعل النيابية تتوالى بشأن التغييرات النفطية. وفي هذا الإطار قال النائب عبد الله التميمي إن هناك عدم توائم وعدم استقرار وتعاون بين وزير النفط والقيادات النفطية، فيما رحب النائبان نبيل الفضل وصالح عاشور بأي تغييرات في القطاع النفطي. رباب الداح تلخص أبرز المواقف وتسلط الضوء على نشاط اللجان في التقرير التالي. ردود الفعل النيابية على التعيينات النفطية المرتقبة إن صحت لا زالت تتوالى من الصرح البرلماني. قبل أن يقدم الوزير العمير على أي خطوة، أنا موقفي الآتي: الوضع في القطاع النفطي يزكم الأنوف. أصابع الإخوان المسلمين وأظافرهم مغروسة في القطاع النفطي منذ عقود، والكل يعلم بهذا. فالوضع سيء سيء قبل أن يأتي العمير علشان يصلح الموضوع. الآن العمير تقدم على علمي بحدود 40 اسم للتغييرات اللي بيسويها. يا أخي شكلوا لكم لجنة مجلس وزراء وعملوا فلترنج عليهم، طالعوهم. يمكن من هالثلاثين في درر يصلحون حق هذه المواقع، يمكن خيار العمير في 10 منهم نص ونص، بدلوهم بناس ثانيين، ولكن التبديل لازم يحدث. وزير النفط دكتور علي العمير قام بمسؤوليته السياسية بتعيين مجلس الإدارة لمساعدته والتعاون معه لإدارة شؤون النفط. المستغرب أن لأول مرة تشن حملة سياسية إعلامية اقتصادية غير مسبوقة ضد وزير النفط. واضح وضوح الشمس. على صعيد آخر، وفي ظل إعلان لجنة الأولويات عن توجه حكومي نيابي لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية في الجلسة البرلمانية المقبلة، في ظل التوجه هذا وصلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقد اجتماعاتها معلنة على لسان رئيسها عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. ميزانية تشغيلية إدارية لا تتعلق بقضية الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية وتكاليف تلك المحافظ، لأن المحافظ الاستثمارية لها مدراء ولها أيضا تكاليفها. إحنا فقط ما يتعلق بالمصروفات الإدارية لهيئة الاستثمار، قدرت مصروفاتها للسنة المالية 2015-2016 64 مليون دينار.
هذا وتعقد يوم الثلاثاء الجلسة البرلمانية العادية للمجلس المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية. رباب بداح الراي. وللحديث حول التعيينات في القطاع النفطي ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي. سيد فرحان، هل لك أن توضح موقفكم من التغييرات المقترحة في القطاع النفطي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشاكر لك أخوي الكريم هذه الاستضافة، ومسي عليك بالخير وعلى الأخوة المشاهدين الكرام. فيما يخص التغييرات، إذا كان هذا سؤالك، أمانة القطاع النفطي يعني منذ فترة وهو يعني يئن تحت وطأة الخلاف اللي طفى مؤخرا على السطح ما بين قيادات هذا القطاع، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الأخ الفاضل وزير النفط. وهذا الأمر يعني ما هو وليد اللحظة، احنا بالعكس في البداية من أكثر من سنة تكلمنا على هذا الخلاف الواضح جدا، واستشعرناه منذ البداية، من أكثر من سنة واحنا نتكلم في هذا الجزء أو هذه الجزئية، وكنا نطالب بضرورة يعني التدخل السريع والفوري لحل هذا الخلاف اللي طبيعي أنه يحدث في ظل اختلاف الرؤى ما بين الأخوة الأفاضل في مجلس إدارة المؤسسة أو الوزير الفاضل الدكتور علي العمير. طيب، مع المطالبات هذه كيف تقيمون الوضع الحالي للقطاع النفطي؟ وضع القطاع لا شك أنه في تدهور مستمر، وراح يستمر التدهور هذا إذا لم يعني يكون هناك تدخل فوري وسريع لوضع حد لهذا الخلاف. طبيعي جدا، احنا من البداية رد أقول تكلمنا على خطورة يعني إسناد أو إدخال القطاع النفطي في دهاليز الصراع السياسي والتعاون معاه من خلال وجهة نظر سياسية أو أمور يعني لها أبعاد انتخابية. طيب، كنقابة عمال، إذا لم تتم الإصلاحات ما هو موقفكم في هذا الحال؟ لا شك أخوي الفاضل، احنا نرى الإصلاحات من وجهة نظرنا هي الإصلاحات اللي تخدم القطاع وتخدم قيادة القطاع على تنفيذ الاستراتيجيات اللي تم صرف مبالغ عليها حتى أن يتم تنفيذها. إذا تم استمرار هذا الخلاف لا يمكن لأي طرف أن يمضي قدما في تطور هذا القطاع. المهم في الأمر أن مؤسسة البترول وشركاتها النفطية يعني مؤسسة لا تقل أهمية عن المؤسسة العسكرية في البلد، وضروري جدا أن يتم فصل هذه المؤسسة وابعادها بشكل كامل عن أي شأن سياسي أو أي يعني تدخلات ذات أبعاد انتخابية. أنا بس بعلق على جزئية وردت في التعليق عندكم النائب الفاضل نبيل الفضل، وفعلا ذكر نقطة مهمة جدا، أن تغلغل أحد الأطراف أو أحد التيارات السياسية في القطاع النفطي منذ عقود. فأنا أسأل يعني النائب الفاضل، هل يقبل أن يتم استبدال هذا التيار المتغلغل بتيار آخر يتغلغل أو بفئة أخرى تتغلغل؟ نعم. أنا أحب بس أختم أو أؤكد على جزئية مهمة، هذا القطاع يجب أن يدار من قبل أشخاص فنيين متخصصين مهنيين بالدرجة الأولى، ويجب أن يتم إبعاده بشكل كامل عن أي صراع سياسي أو عن أي تدخلات ذات أبعاد انتخابية. نعم، رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية السيد فرحان العجمي، شكرا لك. 500 ضبطية أدوية في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي، كشف عنها وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي في مؤتمر صحفي عقده في إدارة تفتيش الأدوية لتبيان جهود الإدارة في مكافحة بيع الأدوية المحظورة والممنوعة. وطالب السهلاوي بمنح مفتشي الصحة الضبطية القضائية وتغليظ العقوبات، مشددا على جهود الإدارة في ملاحقة المعلنين عن بيع الأدوية المغشوشة في كافة وسائل الإعلام، ومنوها بصعوبة ملاحقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة حق القطاع الخاص تم هناك بحدود لا يقل عن 500 ضبطية. المشكلة كلها موجودة في الإعلانات الموجودة في إنستغرام، في الإنترنت. احنا طلبنا في تعديل القانون بحيث انه يسمح لنا كوزارة صحة بالضبطية القضائية، وهم طالبين كذلك
تغليظ العقوبة، الدراسة تقريبا شبه خالصة، راح نرفعها إلى معالي الوزير على أساس أن لنا الحق في كذلك التفتيش على النوادي. عقب البطيخ الإيراني المثقوب، رصد رجال الجمارك شحنة بطاطا إيرانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأظهر فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. موظفا من إدارة أو من الإدارة العامة للجمارك يظهر كمية من البطاطا المثقوبة، وطلب ناشطون بعدم استيراد الخضروات والفواكه والأغذية من إيران حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين. اليوم الأحد الموافق 17/5/2015 وردت إلينا شحنة مواد غذائية عبارة عن بطاط إيراني، وبعد الكشف من الجهات المختصة أفادوا أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وعليه سيتم اتخاذ جمركي وإجراءات جمركية للتصدير. هذا هو البطاط، أثقب نفس أثقب اللي كانت في الرقي، وأكثرها كلها باين عليه العفن. نعين ونعاون عنوان برنامج تطوعي أطلقته شركة أريد للاتصالات، يهدف إلى دعم الشباب الكويتي للانخراط في الأعمال التطوعية، وذلك إسهاما وتشجيعا من الشركة للشباب من باب المسؤولية الاجتماعية. ويتخلل البرنامج عدد من الأنشطة والفعاليات، منها ورش العمل ومخيم تدريبي وفق معايير عالمية. نعلن لكم اليوم عن برنامج تطوعي نعين ونعاون، والذي يتم بالتعاون مع منظمة Spread the Passion الغير ربحية. برنامج عين ونعاون التطوعي هو جزء من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية كشركة، تؤمن بشكل كبير بأهمية العطاء للمجتمع الذي نعمل به. ستستمر الفترة التدريبية لمدة شهر، وستتضمن عدة نشاطات لتأهيل المطوعين من خلال ورش عمل ومخيم تدريبي. طبعا هذا البرنامج راح يكون بتعاون جهات عديدة، منها فرق تطوعية ومنظمات المجتمع المدني. على نفس ما اسمه نعين ونعاون، احنا ان شاء الله كلنا مع بعض نعين ونعاون ونتطلع حق هالبرنامج، وان شاء الله يعني الرابط راح يكون موجود متوفر باكر، اللي حاب يسجل فيه من متطوعين يقدر يسويه ان شاء الله. في الرياض، ومن فعاليات مؤتمر إنقاذ اليمن بمشاركة 250 شخصية بينهم شخصيات من مجلس التعاون والأمم المتحدة، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني على ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية. وبدوره قال الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إن مؤتمر إنقاذ اليمن هو لكل اليمنيين من دون استثناء، والشعب اليمني تحمل أعباء الحرب وحصار الميليشيات الظالم، مشيرا إلى أن مصير الهمجية هو مزبلة التاريخ. وأضاف هادي أن اليمن يناضل من أجل إعادة وطن مغتصب انتهكته الميليشيات. رياض ياسين وزير الخارجية اليمني المكلف أكد أن عودة سفينة إيرانية قبل وصولها إلى اليمن بعد موافقة إيران على تفتيشها أمر يشير إلى أنها كانت تحمل مواد ممنوعة. وميدانيا قصفت قوات صالح والحوثيين مواقع المقاومة في خرق جديد للهدنة الإنسانية، ما استدعى الرد بكل حزم على مصادر إطلاق النيران. سيطر تنظيم داعش على مدينة الرمادي بعد هروب الجيش العراقي وأفراد الحشد الشعبي منها، وبحسب مصادر فإن التنظيم استخدم بذلك جرافة مدرعة لإزالة الجدران الخرسانية التي تقطع الطرق المؤدية إلى مركز الشرطة، وقام بتفجيرها حال وصولها إلى المركز، مسيطرا بذلك على المجمع الحكومي وسط المدينة. ومن ناحيته وجه رئيس الوزراء العراقي مقاتلي الحشد الشعبي لاستعادة الرمادي. وفي مصر، أعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 أشخاص أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم داعش في القضية المعروفة إعلاميا بعرب شركس. وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون قد قضت في مارس الماضي بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية عرب شركس والمؤبد لاثنين منهم. رعايتكم الصحية أسمى أهدافنا،
منذ 40 سنة من الجد إلى الأحفاد مستشفى هادي. مساء الخير. عاوز أدي نصيحة سريعة كده اليوم للسيدات ما بين كل الأعمار، ما بين البنات للغير متزوجات وما بين السيدات المتزوجات. إذا في شعرنا بأي ألم في منطقة الخواصر أو في منطقة المبايض، منرجو السيدات والبنات أنهم لا يتجاوزوا عن هذه الشكوى، لأن كثير من الأحيان، في بعض الأحيان بتبقى عبارة عن أكياس بسيطة جدا، وفي بعض الأحيان بتبقى عبارة عن أكياس في المبيض بتحتاج إلى علاج. كلما اتجهنا إلى علاج الأكياس بطريقة سريعة، وكلما اتجهنا إلى استشارة الطبيب بأسرع وقت، ممكن أن احنا نؤدي ذلك إلى أن احنا نعالج هذه المشاكل بطريقة سهلة بدون ضرر للمبيض، بمناظير باستخدام مناظير النساء التي تغني عن العمليات الجراحية. فنرجو من السيدات التوجه بأسرع وقت إلى الطبيب، وشكرا لكم ونتمنى لكم الصحة والسعادة. رعايتكم الصحية أسمى أهدافنا منذ 40 سنة من الجد إلى الأحفاد مستشفى هادي. بين الهبوط والصعود تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فصل قصير. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة أطلقت البرنامج التدريبي لمجموعة من موظفي الهيئة وبنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وأعضاء النيابة العامة. ويركز البرنامج في دورتيه اللتين تعقدان في معهد الكويت للدراسات القضائية على التحقيقات المالية واسترداد الأصول وآلية التحقيق بالفساد في مشاريع البنية التحتية والمشتريات. لقد كانت الهيئة حريصة منذ نشأتها على وضع خطط وبرامج تدريبية متخصصة لتأهيل ورفع القدرات الفنية والمهنية لموظفي الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد بما يكفل نهوضهم بالمهام المسندة إليهم. في إطار مساعيها لتحسين بيئة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص، أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي في مؤتمر صحفي إطلاق برنامج جديد يهدف لتسهيل إنهاء أعمال مراجعي وزارة التجارة والصناعة وإنجاز معاملاتهم من خلال النظام الإلكتروني وتقليص عدد المرات التي يذهب فيها صاحب المعاملة إلى الوزارة. استطعنا أن نطلق بفترة تجريبية البرنامج الخاص بتحديد المواعيد في قطاع الشركات في إدارتي التراخيص الفردية وشركات الأشخاص، واستطعنا من خلال هذا البرنامج أن نقوم بإتمام إجراءات خاصة بمراجعين الوزارة من القطاع الخاص ومن الأفراد بسرعة بلغت تقريبا 5 دقائق ولله الحمد، وأشرف عليها شبابنا منتسبي وأعضاء وكوادر الوزارة. محطة الزور الشمالية أعلنت إنتاجها أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية المضافة إلى الشبكة في البلاد هذا الشهر بعد أقل من 18 شهرا على إنشاء المحطة بموجب عقد وقع في ديسمبر من العام 2013. وقال رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى يوسف الهاجري إن مشروع محطة الزور الشمالية يشهد تقدما ملحوظا بفضل جهود فريق العمل والسعي الدؤوب إلى توليد الطاقة الكهربائية بأقرب وقت ممكن حتى تبدأ المحطة تزويد الكويت بالكهرباء خلال ذروة الصيف. على تباين في أداء المؤشرات، أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها حيث أنهى المؤشر الوزني تعاملاته متراجعا بنقطة وعشر نقطة، في حين اختتم السعري تداولاته صاعدا ب7.20 نقطة. أما مؤشر الكويت 15 فقد انخفض ب2.20 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10 ملايين دينار، تمت عبر 3061 صفقة. اليابانيون أبطال الجودو، والتفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بحث مع لجنة متخصصة ما يتعلق بمشروع إنشاء حلبة دولية لسباق السيارات والدراجات النارية في البلاد بمواصفات عالمية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة السيارات جاسم الهويدي وأعضاء اللجنة. وأكد الشيخ سلمان على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بقضايا الشباب والتوجه الدائم نحو ضرورة العمل على تدليل العقبات كافة أمام أي من المشروعات التي تخدم شريحة الشباب وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. حققت اليابان المركز الأول في ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية 30 للجودو لفئتي الرجال والسيدات، والتي اختتمت فعالياتها على صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية الرياضي. وبلغ إجمالي عدد الميداليات التي تصدرت بها اليابان الترتيب 16 ميدالية. ختام فعاليات البطولة في تقرير لأحمد العنزي. كعادتها في تنظيم البطولات القارية والدولية، نجحت الكويت تنظيميا وإداريا في استضافة البطولة الأسيوية للجودو بمشاركة أبطال العالم الذين يمثلون القارة الصفراء. التنظيم اليوم كان دولي لأن في طاقم دولي من الاتحاد الدولي زائد الاتحاد الآسيوي زائد الاتحاد الكويتي اللي هم اللي قاموا في هذا تنظيم هالبطولة هذه. بالنسبة حق المستويات أنت مثل ما تعرف أن آسيا هي يعني رقم واحد في العالم. اليوم نشوف مستويات يعني جدا قوية وتنافس بين اليابان، كوريا، أوزبكستان، كازاخستان على أشده. اليابان انتزعت اللقب عن جدارة واستحقاق بحظي 16 ميدالية منها 8 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، فيما جاءت كوريا الجنوبية ثانيا بمجموع 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، بينما حلت منغوليا في المركز الثالث، فيما خرج العرب خالي الوفاضي من البطولة. كان مستوى عالي جدا، مشاركة اليابان، مشاركة الكوريتين، مشاركة دول كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا وكثير من الدول اللي لها باع طويل في هذه اللعبة. أعتقد أنه يجب علينا كعرب أنه نراجع نفسنا كثيرا في هذه اللعبة، لأنه الدليل على ذلك أنه لم يستطع أي عربي من الحصول على أي مركز في هذه البطولة، وبالتالي أعتقد مستوى البطولة كان كبير جدا وبمستوى بطولات العالم. يعني المشاركة كانت جدا 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 قوية، والله وفقنا يعني بوجود الأبطال اللي من اليابان وكوريا. وبالنسبة إلى المستويات العامة، طبعا أنت آسيا غنية عن التعريف في الجودو. احنا اليوم نتكلم على المراكز العالمية اللي قاعد يحصلون عليها آسيا في الجودو. قلة الدعم المادي وغياب الاحتراف أبرز المشاكل التي تواجه اللاعب العربي بشكل عام والكويتي بشكل خاص. تبيني أحقق بطولة؟ لابد. أنا عندي بالسنة تقريبا 15 بطولة بين جراند بري، جراند سلام، بطولة عالم، بطولة آسيوية، معاي 15 وحدة. لابد يا أخ أحمد أن حنا نشارك في 7-8 منهم. الميزانية الموجودة عندي ما تكفيني. أبطال العالم في لعبة الجودو من القارة الصفراء تتقاسمها اليابان وكوريا الجنوبية وأوزباكستان، فيما لا يزال اللاعب العربي يبحث عن المنافسة فقط مع تلك الدول. أحمد العنزي، الرأي. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت.
وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والرأي تيوب. إلى اللقاء.